في هذه الحصة سنتحدث عن درس بعنوان الامتداد المعرفي بين مجزوءة الفاعلية والإبداع ومجزوءة الأخلاق من خلال ثيمات الشغل والواجب والحرية، أي سنحاول أن نتحدث عن الامتدادات الموجودة بين مجزوءة الفاعلية والإبداع ومجزوءة الأخلاق من خلال مفهوم الشغل ومفهوم الواجب والحرية، أي سنحاول التعرف عن التقاطعات الموجودة والتداخلات الموجودة بينهم والامتدادات المعرفية كذلك. إذن سنحاول في البداية التذكير بأهم الأفكار التي رأينا حول مجزوءة الفاعلية والإبداع. حينما نتحدث عن مجزوءة الفاعلية والإبداع فإننا نتحدث عن الإنسان، نتحدث عن الإنسان باعتباره فاعل ومبدع، سنتحدث عن قدرات هذا الإنسان، وتتجلى فاعلية الإنسان بطبيعة الحال في مجموعة من المجالات، ففاعلية الإنسان تتجلى في مجال الفن، لأن الإنسان استطاع أن يخلق وأن يبدع عوالم جديدة في مجال الفن، مما جعل الإنسان فاعل ومبدع في هذا المجال. كذلك الإنسان فاعل ومبدع في مجال التبادلات، لأن الإنسان استطاع أن يخلق مجموعة من التبادلات على مستوى العلاقات الاجتماعية. هناك التبادلات المادية التي تتجلى على مستوى الاقتصاد والتجارة، أو التبادلات الرمزية عندما يتبادل الإنسان الرموز والأفكار. وكذلك الإنسان فاعل ومبدع في مجال العلم والتقنية، لأن استطاع هذا الإنسان أن يصبح كائناً صانعاً فاعلاً ومبدعاً في مجال الصناعة، لأنه استطاع أن يخلق مجموعة من الأدوات ونبتكر مجموعة من الآلات الصناعية، وقد تجلت فاعلية الإنسان في الثورة الصناعية. وكذلك الإنسان فهو فاعل في مجال الشغل، وهو ما يهمنا في هذا الدرس هو أن نتحدث عن الامتداد المعرفي الموجود والعلاقة الموجودة بين مفهوم الشغل وكذلك مفهوم الواجب والحرية. فالشغل بطبيعة الحال الإنسان فهو فاعل أيضاً في مجال الشغل، لأنه يستطيع من خلال هذا الشغل باعتباره نشاط ومجهود أن يحول الطبيعة وأن يحول منتوجة الطبيعة إلى مواد ويسخر هذه المواد لصالحه. إذن فالشغل بطبيعة الحال هو مفهوم أساسي داخل مجزوءة الفاعلية والإبداع. إذن حينما نتحدث عن الشغل سنحاول بطبيعة الحال أن نتذكر أهم الأفكار التي رأيناها حول مفهوم الشغل. إذن بالنسبة للشغل بطبيعة الحال، ماذا نقصد بالشغل؟ فالشغل بطبيعة الحال هو نشاط إنساني أو مجهود فكري وعضلي يقوم به الإنسان مقابل أجر مادي. إذن والشغل بطبيعة الحال فهو خاصية إنسانية بامتياز، كما رأينا في محور الشغل كخاصية إنسانية، فالإنسان هو الذي يتميز بالشغل، لذلك نقول بأن الشغل فهو خاصية إنسانية بامتياز، ولا يمكن أن نقول على الكائنات الأخرى بأنها تشتغل. وهنا أحيلكم إلى الفيلسوف الألماني كارل ماركس عندما قال بأن الإنسان أو أن الشغل بالنسبة للإنسان يكون مقصوداً مفكر واعياً أثناء الشغل ومقصوداً، والإنسان يدرك ماذا يريد أن يصل أو النتيجة التي يريد أن يصل إليها في مجال هذا الشغل، وهو ما جعله يتميز عن باقي الأنشطة الغريزية الأخرى التي نجدها عند الحيوانات. إذا نقول بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشتغل، أما الكائنات الأخرى كالحيوانات فإنها تقوم بأنشطة وبسلوكات وأفعال ولكنها ذو طبيعة غريزية، وكذلك تقوم بهذه الأنشطة وهي لا تدري وغير مصحوبة بالوعي. وكذلك في هذا السياق يمكن أن أحيلكم إلى الفيلسوف جيلبير هوتو عندما يقول بأن الشغل ينتج مجموعة من القيم الإنسانية، أن الشغل ينتج عنه مجموعة من القيم الإنسانية التي تمنح لهذا الإنسان معنى. ومن بين هذه القيم الإنسانية التي يسعى الشغل إلى التأسيس إليها نجد بأن الشغل يؤسس مثلاً لقيمة الحرية، حيث أن الإنسان من خلال الشغل يسعى إلى التحرر من تبعية الآخرين، أن كذلك في الشغل يخلق قيمة السعادة خصوصاً في مجالات المحببة بالنسبة للإنسان فيشعر بأنه سعيداً في هذه المجالات. كذلك الشغل يخلق ما يسمى باللحمة الاجتماعية أو الرابطة الاجتماعية خصوصاً داخل مؤسسة العمل، نجد هناك علاقات اجتماعية
وروابط اجتماعية شبيهة بعلاقات العائلية. كذلك أن الشغل بالنسبة لجيلبير هوتو المفكر البلجيكي يرى بأن معاصر المفكر البلجيكي المعاصر يرى بأن الشغل يؤسس لقيم لقيمة المواطنة، باعتبار أن المواطنة شرط أساسي لتحقيق بطبيعة الحال مجموعة من الحقوق الاجتماعية. إذن وكذلك أن الشغل يؤسس لقيمة الهوية، لأن من خلال الشغل يستطيع الإنسان أن يؤكد ذاته وأن يثبت وجوده وذاته وهويته من خلال الشغل. إذا رأيتم بأن الشغل هو خاصية إنسانية، وأن بالنسبة لجيلبير هوتو يرى بأن الشغل يؤسس مجموعة من القيم الإنسانية وهي التي تمنح لهذا الإنسان معنى. كذلك عندما نتحدث عن الشغل لا يمكن لنا إلا أن نتحدث كذلك على أن الشغل في الإشكالية الثانية وهي إشكالية الشغل بين التحرر والاستلاب. هل ونطرح سؤال أساسي في هذا السياق، هل الشغل هو استلاب أم أداة لتحرير الإنسان؟ إذن هل الشغل هو أداة لتحرير الإنسان من العبودية ومن التبعية للآخرين، أو أن الشغل في حد ذاته ما هو إلا استلاب واغتراب للإنسان، أي أن الإنسان يشعر أنه مستلبا ويعيش نوع من الاستغلال ونوع من العبودية داخل مجال الشغل؟ إذن هنا كذلك أحيلكم إلى الفيلسوف الألماني كارل ماركس الذي يقول بأن الشغل تحول من قوة محررة إلى نشاط استلاب، وخصوصا في ظل النظام الرأسمالي الاقتصادي الرأسمالي. فالإنسان في ظل هذا النظام يشعر بأنه يعيش نوع من الاستغلال، نوع من الاغتراب، نوع من الاستلاب، نوع من العبودية، فهو يستغل من طرف رب المعمل. إذن هنا يقصد كارل ماركس بالاستلاب أو الاغتراب، وهو أن الإنسان يشعر بأنه مستغلا، يشعر بأنه عبدا داخل المصنع ويستغل في قوته ووقته وجهده حسب تصور كارل ماركس. وكذلك أحيلكم إلى الفيلسوف الألماني فريدريك هيغل الذي يرى يتحدث عن الشغل باعتباره أداة لتحرير الإنسان، وخصوصا عندما يتحدث عن العلاقة التي تربط الإنسان، عندما يتحدث عن علاقة السيد بالعبد، يحاول أن يبرز لنا العلاقة القائمة بين السيد والعبد، فيرى بأن العبد في علاقته من السيد يستطيع من خلال العمل أن يتحرر من سيطرة السيد، وسيصبح هنا العبد هو سيدا للسيد. وبطبيعة الحال فالعمل هنا هو قوة محررة بالنسبة للعبد، وسيستطيع الإنسان العبد أن يرتقي إلى درجة الإنسانية بواسطة العمل. فالعمل كذلك بالنسبة للعبد سيستطيع من خلاله تغيير الطبيعة الخارجية وتغيير طبيعته الداخلية أيضا، أي تغيير ذاته. إذن كذلك كما رأيتم، إذن الشغل إما أنه أداة لتحرير الإنسان وإما أنه وسيلة للاستغلال. في حين كذلك إشكالية الثالثة في درس الشغل كتذكير هي الحديث عن تقسيم الشغل. فحينما نتحدث عن تقسيم الشغل فإننا نتحدث عن وجود تقسيمات وعن وجود تخصصات في مجال العمل، بحيث نجد أن كل إنسان يؤدي دور معين في مجال معين. نجد مثلا أناس يشتغلون في المجال الاقتصادي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر،
الله أكبر لا إله إلا الله. هناك من يشتغل كذلك في المجال الاجتماعي، هناك من يشتغل في المجال السياسي، هناك أدوار وتخصصات متعددة، ولكن هذه الأدوار وهذه التخصصات في تكامل فيما بينها. إذن عندما نتحدث الآن كتذكير للشغل، فهذا الشغل الذي يقوم به الإنسان باعتباره نشاط إنساني، باعتباره مجهود عضلي وفكري يبذله الإنسان من أجل الحصول على أجر معين. إذن هذا الشغل الذي نتحدث عنه باعتباره نشاط إنساني فهو يعتبر واجب، الشغل يعتبر واجبا إنسانيا، واجبا أخلاقيا، وواجبا اجتماعيا، وهذا ما يحيلنا على مفهوم الواجب. أي ننتقل من الحديث عن الشغل كنشاط إنساني يعتبر في نفس الوقت هو يدخل في باب الواجبات التي يحددها المجتمع، مما يحيلنا إلى درس الواجب. إذن الشغل يعتبر واجبا اجتماعيا وهذا وإنسانيا وأخلاقيا كذلك، وهذا الواجب هذا الشغل كذلك كواجب فهو يؤديه الإنسان انطلاقا أو استجابة لنداء المجتمع ولمتطلبات المجتمع، لأنه يقوم بمجهود عضلي وفكري من أجل الحصول على أجر معين، وكذلك أو يؤدي هذا الواجب استجابة لنداء العضوية كحركة ونشاط، أو يؤدي هذا الشغل كواجب استجابة لحاجة نفسية من أجل نيل رضا الآخرين. إذن هنا نحن نتحدث عن الشغل كنشاط يعتبر واجبا، وهذا الواجب الذي يؤديه الإنسان بطبيعة الحال هو استجابة لمتطلبات ونداءات متعددة، إما نداء استجابة ونداء للمجتمع أو للفطرة أو للحاجة النفسية. يمكن الآن أن نقف على مفهوم الواجب. حينما نتحدث عن الشغل كواجب ماذا نقصد بالواجب؟ فالواجب بطبيعة الحال هو مجموعة من الواجبات، جمع واجبات، وهو مجموعة من الأوامر الأخلاقية الملزمة لكل الناس، وهذه الواجبات بطبيعة الحال هي متنوعة، نجدها متنوعة داخل المجتمع. هناك واجبات إنسانية تهم الإنسانية الجمعاء، هناك واجبات اجتماعية، هناك واجبات عائلية تجاه الأسرة والعائلة، هناك واجبات وطنية تجاه الوطن، هناك واجبات مهنية مرتبطة بالعمل. إذن رأيتم بأن وكذلك يمكن أن نضيف فكرة أخرى عندما نتحدث عن الواجب، وأن نقول بأن الواجب هو ما يتوجب على الإنسان القيام به من أوامر ومسؤوليات، إلا أن هذا الواجب الذي نتحدث عنه فهو يضعنا أمام إشكالية الحرية والإكراه. معنى هذا الواجب الذي يؤديه الإنسان هل هو إلزام يعني مصدره إكراه خارجي، أم أنه التزام صادر عن إرادة حرة؟ إذن عندما نتحدث عن الشغل ونعتبره واجبا، فهذا الشغل الذي يؤديه الإنسان باعتباره واجبا فهل يؤديه بإرادة حرة واقتناع وطواعية، أو يؤديه نتيجة لأنه إكراه خارجي ومفروض عليه من طرف المجتمع ومن طرف الثقافة، وكذلك انطلاقا من الواجب الأخلاقي يفرض على الإنسان العمل. إذن حينما نتحدث عن الشغل واعتبرناه أنه واجبا، هذا الواجب كذلك الذي نتحدث عنه الشغل كواجب، فإن الإنسان يؤديه بحرية. لماذا يؤديه بحرية؟ لأنه يحرر طاقة، يشعر هذا الإنسان بأنه في مجال الشغل بأنه فاعل ومنتج، وبالتالي يقوم بهذا الشغل كواجب بحرية، مما يحيلنا إلى مفهوم الحرية، لأن الشغل كما قلنا كواجب هل يؤدي الإنسان بحرية أم يؤديه تحت إكراه خارجي لأنه يكون مفروض علينا باسم المجتمع مثلا. إذن إذا عدنا إلى الواجب نجد بأن كما قلنا الواجب إما إلزام وإما أنه التزام. إلزام معنى أنه مفروض علينا من الخارج باسم المجتمع مثلا. يمكن هنا أن نتحدث عن تصور عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم الذي يقول بأن المجتمع
بأن الواجب هو إكراه، مصدره المجتمع، أي أن المجتمع هو الذي يفرض على الإنسان مجموعة من الواجبات، وعلى الإنسان أن يؤدي هذه الواجبات، وإلا أنه سيتعرض للعقاب، لأنها مفروضة باسم القواعد الاجتماعية، ويتم تمرير هذه الواجبات عن طريق التنشئة الاجتماعية. ولكن يضيف دوركاين مسألة مهمة، ويعتبر بأن هذا الواجب رغم أنه إكراه فإنه مصحوب بالرغبة، أي أن الإنسان له رغبة داخلية، له ميول داخلي لأداء ذلك الواجب. لذلك يقول إيميل دوركاين بأن الواجب هو إكراه ولكنه مصحوب بالرغبة. وكذلك هذا الواجب ونحن نتحدث عنه يمكن أن نستحضره كذلك الفيلسوف الألماني كانت عندما يقول بأن الواجب الأخلاقي أو أن الواجب قائم على مسألة الحرية أو الإرادة الحرة. ما دام الإنسان كائن عاقل، إذن هذا ما يجعل هذا الفعل الأخلاقي فعلا حرا وصادر عن الإرادة الحرة. أي إذا أخذنا مثال الشغل واعتبرناه أنه واجبا أخلاقيا، فإن الإنسان سيؤدي ذلك الواجب بإرادة حرة وباقتناع وطواعية، لأنه كائن عاقل، مما يمنح لهذا الواجب الأخلاقي الشغل كواجب أخلاقي سمة الحرية. كذلك عندما نتحدث عن الواجب، هذا الواجب الذي يؤديه الإنسان، هذا الشخص بطبيعة الحال هذا الإنسان يمتلك ما يسمى بالضمير الأخلاقي أو الوعي الأخلاقي أو الضمير الشخص، وبالتالي نجد بأن هذه الواجبات سيؤديها الإنسان انطلاقا من الضمير الشخص أو من ما يسمى بالوعي الأخلاقي، يفرض على الإنسان أداء ذلك الواجب. إذن قلنا هذا الشغل باعتباره نشاط إنساني، باعتباره مجهود عضلي وفكري يقوم به الإنسان، يعتبر واجبا. وهذا الشغل كواجب يقوم به الإنسان بحرية كما قلنا، لأنه يحرر فيه طاقة، يشعر بأنه في مجال الشغل على أنه كائن فاعل منتج، يستطيع من خلال هذا الشغل أن يحول الطبيعة إلى منتوجات بطبيعة الحال وتسخيرها لصالحه. إذن كما رأيتم أن الشغل في حد ذاته كنشاط يعتبر واجبا ويؤديه الإنسان بحرية، وهذا ما يحيلنا إلى مفهوم الحرية. إذا أردنا أن نعرف الحرية فماذا نقصد بالحرية؟ الحرية بطبيعة الحال هي استقلال الذات فكرا وسلوكا وعدم خضوعها لأي إكراهات خارجية. يمكن أن نقول كذلك بأن الحرية هي التصرف بعفوية وتلقائية. الحرية هي قدرة الإنسان على التصرف واتخاذ القرارات بعيدا عن أي إكراهات خارجية كيفما كانت. إذن هنا الحرية بطبيعة الحال ومفهوم أساسي أيضا، لأننا نحاول أن نربط بين الشغل كنشاط باعتباره واجباً ويؤديه الإنسان بحرية، أي أن هناك علاقة بين هذه المفاهيم، بين مفهوم الشغل باعتباره نشاط وكيف أنه هذا النشاط في حد ذاته فهو واجباً أخلاقياً واجتماعياً ومهنياً، وهذا الواجب الشغل كواجب يؤديه الإنسان بحرية، مما يحيلنا كما قلنا على مفهوم الحرية. والحرية بطبيعة الحال يمكن أن نتساءل في هذا السياق عن مفهوم الحرية وقمنا بتعريفها. والحرية كسؤال أساسي في هذا السياق، هل الحرية حرية مطلقة أم حرية نسبية؟ ما معنى الإنسان كائن حر؟ هل معناه أن يتصرف وفق إرادته وأهوائه أو أن يتصرف وفق القواعد الاجتماعية وأن يسير وفق القواعد الموضوعة اجتماعيا؟ ثم الحرية بطبيعة الحال، هناك مواقف فلسفية متعددة حاولت تناول هذه إشكالية الحرية في علاقتها بالحتمية، هل الحرية مطلقة أم نسبية أو ليست هناك حرية؟ هنا سنعود إلى موقف العلوم الإنسانية. موقف العلوم الإنسانية عندما يتحدث عن الحرية يعتبر بأن الإنسان محاط بمجموعة من الإكراهات النفسية والاجتماعية والبيولوجية، فالإنسان ليس كائن حرا حسب موقف العلوم الإنسانية. عندما نقول العلوم الإنسانية فإننا نتحدث عن علوم من قبيل مثلا الفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس، التاريخ، الأنثروبولوجيا إلى غير ذلك. إذن هذا مفهوم العلوم الإنسانية يعتبر الإنسان محاط بمجموعة من الإكراهات النفسية، لأنه يخضع للاشعور، ضغط اللاشعور كما يقول سيغموند فرويد بأن الإنسان ما يفسد سلوك الإنساني أو النشاط الإنساني وهو اللاشعور، أي الجانب الخفي في الإنسان والعميق في الإنسان. الإنسان كذلك خاضع لإكراهات اجتماعية، لأن المجتمع يفرض على هذا الإنسان أداء مجموعة من الواجبات ومجموعة من المسؤوليات إلى آخره باسم القوانين الاجتماعية وباسم المؤسسات الاجتماعية، ولا يستطيع الإنسان
أن يقفز عن هذه الإكراهات الاجتماعية، فعدم أدائه لهذه الواجبات مثلاً باسم المجتمع سيتعرض للعقاب، كذلك يخضع هذا الإنسان فهو يخضع للإكراه البيولوجي، لأن هناك غرائز، ضغط الغرائز. إذن كما ترون بأن موقف العيون الإنسانية ينفي وجود حرية بالنسبة للإنسان. وكذلك ونحن نتحدث عن درس الحرية يمكن أن نستحضر الفيلسوف الوجودي سارتر الذي يدافع عن الحرية الإنسانية ويعتبر بأن الإنسان مشروع حر، فهو ينطلق من المبدأ التي تقوم عليه الوجودية، وهو أن الإنسان أن الوجود سابق على الماهية، أي أن الإنسان يوجد أولاً ثم يصنع بعد ذلك ماذا يريد أن يكون في المستقبل وفق إرادته الحرة، أي هناك إرادة وهناك حرية لهذا الإنسان، لأنه هو الذي يصنع مستقبله بنفسه، يصنع هويته وذاته بنفسه ووفق إرادته الحرة. ولكن هذا الإنسان بطبيعة الحال فهو مسؤول عن هذه الحرية ومسؤول عن هذه الاختيارات والتصرفات التي يتخذها الإنسان. إذن فهو حر، كائن حر، ولكنه مسؤول عن هذه الحرية. كذلك يمكن كذلك أن نستحضر موقف ابن رشد كفيلسوف مسلم داخل الفلسفة الإسلامية. إذن ابن رشد يعتبر بأن الإنسان حينما نتحدث في الفلسفة الإسلامية عن إشكالية الحرية والحتمية سنجد بأن الإنسان طبيعة الحال نتحدث عن الإنسان هل هو مخير أم مسير. سيعتبر ابن رشد بأن الإنسان هو كائن حر، حريته تتجلى في قيامه بمجموعة من الأفعال الخير والشر وباقي الأضداد الأخرى، ولكنه في نفس الوقت خاضع لإكراهات الطبيعة وكذلك لقوى الجسد الخاضعة نفسها للإرادة الإلهية. معناه أن حينما نتحدث عن ابن رشد عن الحرية سنجد بأن ابن رشد يعتبر بأن الفعل الإنساني فهو أو السلوك الإنساني فهو بين الحرية والضرورة، أي أنه ليست هناك حرية مطلقة وليست هناك قيود مطلقة، فالإنسان بين الحرية والضرورة. نفس الشيء بالنسبة لموقف ميرلو بونتي. إذن كما رأيتم أننا حاولنا أن نتحدث في هذا الدرس عن الامتداد المعرفي الموجود بين مجزوعة بطبيعة الحال الفاعلية والإبداع من خلال مفهوم الشغل، وكذلك مجزوعة الأخلاق من خلال مفهوم الواجب والحرية. وهنا قلنا بأن الشغل كنشاط بطبيعة الحال إنساني كمجهود فكري وعضلي يقوم به الإنسان يعتبر هذا النشاط بمثابة واجب، وهذا الواجب الشغل كواجب بطبيعة الحال يؤديه الإنسان استجابة لنداء المجتمع كما قلنا لمتطلبات المجتمع، لأن الإنسان يقوم بمجهود معين من أجل مقابل أجر معين من أجل اكتساب أو تحقيق وسائل العيش. وكذلك يؤدي هذا الشغل كواجب كما قلنا استجابة لنداء العضوية أو نداء الفطرة كنشاط وحركة، يؤدي هذا الواجب كذلك استجابة لحاجة نفسية من أجل نيل اعتراف ورضا الآخرين كما قلنا. وهذا الواجب هذا الشغل كما قلنا كواجب يؤديه الإنسان بحرية، مما يحيلنا على مفهوم الحرية في مجزوعة الأخلاق، لأن الإنسان يكون في مجال الشغل نجد بأن الإنسان يشعر بأنه فاعل ومنتج في مجال الشغل، لأنه يحرر طاقة إيجابية، وكذلك لأنه من خلال هذا الشغل كواجب يستطيع أن يحول الطبيعة وأن يحول منتوجات أو مواد الطبيعة إلى منتوجات يسخرها لصالحه. إذا كما رأيتم حاولنا في هذا الدرس أن نتحدث عن الامتداد المعرفي الموجود بين مفهوم الشغل ومفهوم الواجب والحرية من خلال مجزوعة الفاعل والإبداع، وكذلك من خلال مجزوعة الأخلاق.